مواطن فرد عادي طورت لي 1000 دونم بحدي، المياه يعني استخدمتها نهاية المياه، المبازي سويت مخازن، طورت نفسي حتى إذا ما يجيني مياه أنا مطور نفسي مزارع. يعني لو أكو دعم أقدر أسوي بمكان 1000 أسوي 5000. من المزارع خالد عاصي من ناحية المشرح منطقة جريت. هذا الأرض المشروع اللي قلت لك 1200 دونم، هذا كان أرض متروكة عليها نزاعات عشائرية، فأخذت هذا المشروع استغليته، كان هم مصدر للحيوانات المفترسة هم هنا، فأخذت استصلحته، أخذته بال 2017، هسه 2022 خلصته، رغم الدعم ماكو إمكانية مو ذيك الإمكانية، فاستصلحت أول ما استصلحت 250 دونم، السنة الثانية 550 دونم، إلى أن هذا وصلت لحد 2022 كملت 1000 دونم، باقا عندي 200 دونم، وهاي الآلية الليزر يعني صارت لي مختصر آليات ما أستخدم أكثر، والسماحية مالتها اللفل 5 سنتيم أخطاء، هذا اللفل الليزر السماحية مالته صفر، يعني شلون وزن المي. فالحمد لله والشكر الزرع صار إنتاجه أقوى، فضل وأنا مطورت نفسي بالحبوب الألمانية تعطي إنتاج تقريبا بالدونم 2 طن، بس أكو أخطاء النقص بالمبيدات بالأسمدة، فصار عند الناتج طن وربع. الحمد لله شكرا فضل الله وفضل اللي ناس أهل الخبرة اللي أستشارهم دائما. مثلا راح يصير جفاف أسوي مخزن، المياه المحن استفاد منها استفاد منها. مثلا هذا المشروع مالي كل 100 متر عرض الأرض 100 متر نزال 400 هاي تسقي، هذا وزن بوحده على يزرع الأقمار الصناعية أو وزنه بوحده، هذا نحن نسميه المرز، العرض متر ونزال 400 متر. قلت ليش ما ليش يعني متروك، خلنا استفاد بيه طور نفسي أسوي مثل نخيل، إيش قد تكلف كل هذا اللي سولفت لك عن 100 متر، المتر ب 400 متر يكلف 1.5 مليون التقطير ماله، 550 دونم بالأرض مالتاي نص الأرض تقريبا تكلف حوالي 350 مليون. كل المبازل اللي مخصصها بهذا المشروع هي تبزل على هذا الخندق، فهذا الخندق شأسس له الآن أكثر من خفض بالمشرح، هاي الأرض مالته من خفض، الهوري يعتبر أعلى مني، هذا خليت هذه الشفاطات المكائن واحدة 125 حصان والثانية 65 حصان، هي اللي تسحب هذا الخندق المياه اللي بيه المالحة تحولها ببزل ثاني، البزل الثاني رايح للهور أرجع على الهور، فجففت الأرض مالتي المياه الجوفية إذا كانت نص متر عن الأرض تصعد أملاح بيها، خليت المياه الجوفية تصير مترين أو 3 أمتار تتراوح 3 أمتار حتى الأملاح تقل عندي بالأرض وتصير حلوة، والشكو عندي مبازل وأشمر ماي زايد أشمر النمل المي آني آخر الشطوط، يعني آخر مشروع أنا من الهور آني هذا نائب الأنهار ما وراي واحد مستفيد، فنهاية الماي تجيني من الشط المشرح استفاد منه، أنا سويت خزين، الخزين يتجمع به الماي مال هذا الهور اللي هسه أشمر عليه، يتجمع شكو شي باقي بالهور ماي ناس تبزل على الهور يرجع وين علي على الخزين استفاد من عنده أزق الأرض مالتي، فزيد الأملاح بس يقوي يجيني بنسبة أملاح بالمناسبة، بس هذا المبزل جاي يخفف هاي الأملاح تتراكم عندي فأرجعها من الهور، فاستفاديت من ماي الهور المتروك، المبازل المتروكة، المخزن من نزل بعمق جاب مياه جوفية واختلطت ويا الحلوة قلت الأملاح مالتك متزقي بيها. مشروع مالك قد يحتاج له كم يوم؟ أنا شو مخلي بيه؟ 3 مطورات، كل مطور 125 حصان، بالدقيقة 1500 دورة. هذا يحتاج لي شهر، من 25 يوم إلى شهر. فهذه كدني أسبوع، فأنا أنتظر ورا أسبوع يتجمع عندي ماي من الناس اللي تزقي وتشمر على الهور ويجمع عندي، وراها بأسبوع أما شغل أسبوع. إذا أنطونا ماي يعني شوية صعدونا الطلاقة خلينا نقول 10 سنتيم، لا راح أزقي كل الأرض بصورة صحيحة.